السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع جديد من مواقع الذكاء الاصطناعي اللي هي بتحول التكست لصور زي ما نشوف مع بعض، تديله برومت يديك صور على طول. خلينا نجرب. تبدأ بقى تختار الحساب اللي انت عايزه اول ما تيجي تعمل الصور. طيب هقول له هنا كرييت، هقول له لوج ان، وهقول له ادخل الحساب بتاعي. دي صور كنت عملتها قبل كده. خلينا بقى نديله برومت ونبدا نختار الموديل. على فكره الموديل بيفرق كتير قوي اكتر من ان انت تروح لموقع تاني، يعني لو نفس الموديل في 20 موقع هيدوك نفس النتيجه، انما الموديل خلاص انت اخترت موديل هتلاقي الشغل كله اختلف. خلينا مثلا نختار مثلا حاجه انيمي مثلا او حاجه. طيب خلينا نختار الستايل دوت. تمام، هنا لو انت عندك صورة عايز تحطها، عدد الصور اللي عايزهم يخرجوا، وهقول له جنريت. هنا الاسبكت ريشيو اللي هي الصور عايزها مثلا واحد لواحد او واحد لاتنين او ديسكتوب او لاندسكيب او سكوير زي ما انت عايز، فيبدأ يطلع لك الصور بالشكل دوت. النيجاتيف برومت بتقول له ايه الكلمات اللي انت عايزه يتجنبها، ما يطلعهاش في قلب الصورة، زي مثلا ورست كواليتي او لو كواليتي وهكذا. تمام، خلينا نغير الموديل. خليني اختار ده مثلا واقول له هنا دي الفري بلان، ولو خلصوا بتبدأ ان انت تقول له ابجريد.